السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. انا حاليا في لا ميزون تاع رونو، انا وسط البرودوي تاع رونو اكسبريس مع سي يوسف الكوميرسيال والصديق ابار الكوميرسيال توني. وداكشي غادي يعطينا جميع لي فاسيليتي، غادي نشوفوا واحد الكونفرساسيون غادوز بيناتنا، واحد الحوار غادي نشوفوا كيفاش تشري البرودوي هاد رونو اكسبريس، وشنو هما التسهيلات وشنو هما اخر المستجدات تاع هاد الشهر هذا ان شاء الله، شهر سبعة، ونشوفوا المهم ان شاء الله لي فاسيليتي اللي كاينين ان شاء الله. سي يوسف صافا؟ اهلا وسهلا، كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير، كلشي مزيان؟ صحة لاباس؟ الله يحفظك. بارك بيك. الله ينورك خويا. تبارك خويا. الله يعطيك الخير. الله يبارك فيك. انا الناس كاينين بزاف مهتمين برونو اكسبريس، شنو تقول لهم اخويا؟ الو، بالنسبة لرونو اكسبريس هو موديل جديد يلاه خرج. صناعة مغربية 100%. شرف لينا. الله يهديك، شي حاجة زوينة كتفرح. هو في الأساس خداو كما تنقولوا لاباز ديال لا داسيا دوكر. بلاتفورم. فوالا البلاتفورم ديالها، وزادوا عليها حوايج أخرين. ألوغ زادوا بدلوا في لا موتوريزاسيون، كانت فيها موتور في الأولى 85 الخيل، داروا في هذه 95 الخيل. 95 الـ N5. فوالا بواطا فيتاس كانت فيها 5 ديال لي رابور، داروا فيها 6 ديال لي رابور. 6 تاع لي رابور. بدلوا في لي سياج في الكراسة، دابا نشوفوا مازال هذه التفاصيل هذه من بعد. أها. بدلوا في لا كاليتي ديال لا ماتيير، بدلوا في لي زوبسيون دو ستابيليتي، بدلوا في بزاف المسائل. بالنسبة لي فينيسيون اللي كاينين فيها، يعني لي فيرسيون. فيها ثلاثة ديال المستويات ديال لي فيرسيون اللي فيها. كاين لا فيرسيون الاولى سميتها لايف، لا فيرسيون الاولى كتكون فيرسيون خاوية بهذا المعنى هذا، ما تكونش فيها لي زوبسيون ديال اساسا الشركات ولا الناس اللي كيكونوا عندهم واحد البيدجي ليميتي، ولا الناس اللي عندهم واحد الغرض بالسيارة العمل ما عندهمش الغرض بلي زوبسيون. في الغالب تياخذوا هذه، كيكون فيها باب واحد ديال الكوليس، ما تيكونش فيها لا كليم، سيارة اساسية فيها داك الشيء دو باز. لا فيرسون لي فوق منها كيبداو يتزادو دي زوبسيون، كيكون فيها لا كليم، تيكون فيها ريغولاتور لي ميتور فيتاس، تيكون فيها لي بان الفوق وما الى غير ذلك. تنعرضو على المشاهدين يجيو يشوفو سير بلاص ونعطيهم معلومات اكثر، و ما يتحرموش من المتعه ديال القياده ديالها. راه عندنا سياره تاع تيست درايف، واحده ديال تيست درايف اكزاكتومون، يجيو الناس يسوقو، مرحبا بهم في اي وقت. بالنسبه لا فيرسون الثالثه هي اللي كيقولوا الناس لا توت اوبسيون، هما تيكون فيها اكزاكتومون، كيكون فيها ليكرون تاكتيل، تيكون فيها جوج بيبان ديال الكوليس، تيكون فيها الرادار، كاميرا دروكول، تكايه ديال اليد، لا كودواغ، و لي زوبسيون وحدين اخرين. دونك فوالا هادشي اللي كيتعلق بلي فيرسيون. بالنسبه للو فينونسمون، الحاجه اللي كتهم الناس عاوتاني بزاف كيسولوها بزاف، بالنسبه للو فينونسمون فرونو عندها واحد لورغانيزم دو فينونسمون، شركه ديال التمويل خاصه بها كتسمى RCI رونو كريدي انترناسيونال. هذه شركه ديال رونو كتمول السيارات ديال رونو. بالنسبه للكريدي غراتوي اللي كيسالوا عليه الناس بزاف، الكريدي غراتوي فهو كاين عندنا، وكريدي غراتوي حقيقي بهذا المعنى هذا، واللي كيدوز مباشره مع رونو، ما كيدوزش اترافير زعما وساطه ديال بنك اخر، يعني كتاخذ الكريدي مباشره مع رونو. كريدي غراتوي ما فيهش الربا، لا ما فيهش غادي الناس تحفظ في هذا المصطلح. المهم هذا هو المعنى. سميتو. وبالنسبه للكريدي غراتوي كيبدا عندنا من 40% 50% 60%، عندنا بزاف ديال السياغ على حسب كل واحد وشنو غادي يبغي. بالنسبه للاثمنه دايرين فيهم عروض وتخفيضات، اللي كانت في شهر 6 باقا عندنا في شهر 7. كنعرضوا على الناس، مرحبا بهم يجيو يستافدوا منهم في الشهر هذا. وكما قلت لك كاين العروض مزيانه بزاف، وكتبقى بالنسبه لا كونكورونس، بالنسبه للمنافسين ديال السياره، كتبقى من وحده من اجمل واحسن السيارات اللي كاينه في الفئه ديالها. السياره فيكول اوتيليتير اكزاكتومون، كتبقى من احسن السيارات اللي تيجي. واش نقدروا نقولوا واش كاين دي تخفيضات دي ريدكسيون شويه؟ بالنسبه للي ريدكسيون دايرين دي ريدكسيون دابا في هذا اللونسمون ديالها فهاد الشهر بطبيعه الحال. مرحبا بالناس يجيو يشوفوهم. بشكل عام دايرين تخفيضات تقريبا فيهم 2% لي روميز ديال لي روميز اكزاكتومون اللي دايرين فيها في هذا اللونسمون ديالها، ودايرين دي بخي دو لونسمون. يعني كنقولوا البخي دو لونسمون سيتادير الثمن باش تبدا السياره تكون الثمن اصلا تيكون ناقص شويه، من بعد عاد تعاود يتقاد تتصاوب، يعني كيشوفوا الناس تعاود يرجع بحال اللي في الاول تيكون ناقص هو على باز شويه،
من بعد كيعاودوا يقادوا شي شويه. دابا من غير انا الثمن نقصوا شويه وكان 2% عندك بقى السعه ديال السياره بالثمن. هذا على حسب الصيغه تاع الكليان، واش تيخدم في الدوله، واش الشركه اللي بغات تشري البرودوي، واش ماشي مشكل. بالنسبه للتخفيض تيكون تيهم جميع الفئات ديال الزبناء. ما كاينش فرق ما بين مثلا فونكسيونير ولا امبلويي ولا كوميرسون. وبالنسبه للشركه باش نزعمهم تنزيدوهم واحد شويه بطبيعه الحال، حيت الشركات دائما تكون عندهم تخفيض زايد شويه على لي بارتيكولي عاديه فوالا. والعروض مناسبه مزيان، والناس زعما لقات استحسان عند الناس اللي خداو اليومين هذا من بدات في الكوميرساليزاسيون ديالها. دونك مزيان الحمد لله، الناس راضيين عليها وكلشي فوالا. تليفرات كامل ليفرات فوالا، ستوك عندي تقريبا ما بقى فيه حتى حاجه. وهذا خير اكزاكتو، هذا خير دليل على ان السياره تبارك الله تمشات مطلوبه. والستوك اللي جاي بداو الناس كيريزرفيو فيه بزاف، دونك الا كان الناس مهتمين يدوزوا لا كوموند. اكيد اكيد باش نسدو لهم السيارات في لي زاريفاج اللي جايين قريب ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله. هذا من ناحيه الفينونسمون، يعني كاينين دي برومو في هذا الشهر هذا، واش حتى نفس اللي كانوا في العام في الشهر اللي فات ولا؟ نعم، احتفظنا بالنسبه لغونو اكسبريس، احتفظنا بنفس العروض اللي كانت في الشهر اللي فات. وكان نبشر الزبناء والناس تاع اللي بغاو اللي مهتمين برونو اكسبريس. وي رونو اكسبريس، تاع الناس اللي مهتمين برونو اكسبريس نقول لهم باللي مرحبا بهم، وباللي الا دوزوا لا كوموند دابا يستافدوا من هاد التخفيضات. وخا الطوموبيل الا جات مثلا من هنا الشهر الجاي ويتبدل مثلا الثمن، ما كيتغيرش عليهم الثمن، كتبقى بنفس البري اللي رصا معاك الكوميرسيال بهاد الصيغه هادي. بالضبط، هذا هو اللي كاين. دونك درنا اساسا على السياره، على الاثمنه، على لي زوبسيون فوالا. ف انا اخوتي الطوموبيل رايي ديالي انايا، ماشي كوميرسيال ولا بحال هكا، طوموبيله تاع الخدمه، طوموبيله البري ديالها ريزونابل بزاف، وادخل في تنافسيه كبيره خوتي مع الطوموبيلات اللي في الفئه ديالها، لي فيكول ايتوليتير، سيارات تاع الاستعمال وداكشي، طوموبيلات تستعملها عائليه، يعني بيت الفئه الاقل. يعني كاين الفان فيها، ياك فيها الفان وفيها الفريغو بالنسبه للناس اللي كيديروا مثلا، فيها الفريغو كيديروا مثلا دي زاكتيفيتي اللي كخصهم يكون السياره مبرد التبريد وداكشي كاينه. دونك كنقترحوا بزاف ديال الحوايج بلان هذا خوتي. فوالا البرودوي يعني تيستهدف شريحة اجتماعية كبيرة بزاف، وبري معقول، بري ريزونابل، يعني بري بحال قلتي رابور كاليتي بري. هاد الصيغة اكزاكتومون، هذا هو المصطلح اللائق. ايوا نتمنى خوتي يكون هاد الفيديو هذا عجبكم، ولا كاين شي تساؤل خوتي ما تترددوش وكتبوه في لي كومونتير، ولا غادي نخلي لكم لي كوردوني ان شاء الله باش نتسويفيو مباشر، باش يكون الكونتاكت مباشر ان شاء الله. تنحييكم بزاف، كنت معكم انايا مجيد، كان معايا خويا يوسف، فحتى هو يا سيد الله يعمر هدر، انتم تشوفوا غادي ترتاحوا له اخوتي. فشكرا بزاف لكم، وسمحوا لنا الا كان شي تقصير او شي حاجه بحال هكذا. مرحبا بكم. هكذا الخوت، انا قلت لكم اخر مستجدات على رونو اكسبريس، فسمحوا لي الا كان شي تقصير او شي حاجه بحال هكذا. ف المهم هادشي اللي قلنا الكوميرسيال دابا، فان فوا كان شي واحد انتريسي بهذا البرودوي هذا رونو اكسبريس، فيجي لأقرب وكالة تاع رونو أو بغا يتواصل معايا أنا مباشرة، فغادي نخلي لي كوردوني في صندوق الوصف في الديسكريبسيون. فسمحوا لنا، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم والدعم ديالكم الكبير الكبير الكبير.